كإنسان بدائي بطبيعته مو تواضع، بآمن بنظرية داروين، يعني عامل أساسي بالفوضى، والفوضى المنظمة بالنسبة له منظمة، نظام وحر حواري ماشي لحالي جوي خرائي، والمشاعر عندي إشي داخلي لأني أغلب وقتي لحالي، وهمي بضلوا بيني وبين كاسي فتفداني لأني صرت شخص عدائي، ابن حواري فخد احترام رصاص عشوائي، بتكوش حمام سلامي صغيرة بالسماء، فترة بي قررت هالمرة تفتح سحابات هسا، ولسه النكبة للبعض مرة بالسنة بس عنا عايشينها، ولك عام دار السنة كانت مسألة عدة شعب صفت مسألة شخصية. ما هي يا حياة بالسر الصديق يا ممات ام العده.